عن جدي لأنه طلع كثير طويل تبع عقد العمل، فأنا راح أفصله ما بعرف كم جزء، لكن راح نفصله لحتى ما يكون كثير طويل، ممكن يكون جزئين أو ثلاث. وهون بقدر أحكي لكم إنه خلينا نبلش في الجزء الأول من تفاصيل عقد العمل. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ كل عام وانتم بألف ألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كان يمكن لازم أحكيها في واحد من الفيديوهات اللي قبل، بس هذا الفيديو فعليا أنا عم بصوره في عيد الأضحى المبارك. اللي بدي أحكيه إنه هذا الفيديو مخصص لسؤال كثير أجاني من كثير ناس، وكمان كنت أتوقع إنه يجيني أكثر، لكن ما بعرف ليه ما سألته. لكن هو من أهم الأسئلة لازم إني أنا أجاوب عليها للناس اللي عندها نية إنها تطلع إما على دولة قطر أو على واحدة من دول الخليج، ممكن أصلاً على أي دولة غير الدولة اللي هي عم تشتغل فيها. وبرضه في نقاط كثير applicable ولازم تدير بالك عليها لما تعمل هذا الشيء في بلدك. الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه اليوم هو موضوع عقد العمل وتفاصيله كاملة، وشو بهمك إنك أنت تدير بالك لما تيجي تعمل عقد العمل مع واحدة من الشركات اللي راح تقدم لك أوفر أو عرض عمل عندها في الشركة، سواء كانت هذه الشركة موجودة في بلدك أو في بلد تانية إنك أنت طالع تشتغل فيها، وأكثر بيشتغل معك في البلدان الثانية اللي أنت طالع تشتغل فيها، لأنه هذه البنود على خلينا نحكي بتمشي كثير في دول الخليج، وكمان للمغتربين في الدول اللي رايحين إنهم يشتغلوا فيها. فخلينا ما نطول أكثر من هيك وخلينا نبلش. قبل ما أبلش في هذا الفيديو من فيديوهات No More، بحب أحكي لك إنه إذا أنت شخص عم بتدور على فرصة عمل خارج بلدك وخاصة في دول الخليج، فتابع الفيديوهات اللي عم تنزل معانا دائما في فيديو وظفك كل يوم أحد. وإذا أنت كنت عم بتدور على contact list لكل الشركات اللي تشتغل في دول الخليج وفي قطر تحديدا، فبدي أحكي لك لا تنسى إنك تروح على www.jisoby.com وتاخذ الملف اللي بيقدر فيه لك. هذا ويب سايت فيه ملفات فيها اكثر من 6000 جهة اتصال لشركات عاملة في دولة قطر، اما لوكال او ريجينال او انترناشنال، بتقدر تستفيد منه قدر الامكان. الشغلة الثانية اللي انا بدي احكيها، بما اني جبت سيرة جيسوباي، فان انا عم بحكي عن الويب سايت تبعنا واللي اليوم فتحنا فيه مجالات لبيع اكثر من مجرد ملفات التواصل، خلينا نحكي مع الشركات اللي انت ممكن تشتغل فيها. فتحنا في مجال لاستخدام الارت ورك في البرينتينج، فانت ممكن برضو تدخل على الويب سايت تتصفح اذا في اشي عجبك، لانك ممكن انك انت تشتري وتستخدمه زي ما انت بدك. وخلينا نبلش دايركت في الفيديو. اول نقطة انا بدي احكي لك اياها عن عقد العمل اللي انت لازم تدير بالك عليها، انه اصلا يكون في عقد عمل، لانه انت مش المفروض تشتغل وضلهم ياجلوا في توقيع عقد العمل وورقه عرض العمل او الاوفر لتر اللي بعتوا لك اياها قبل ما انت تيجي اصلا على الشركه. هاي ليست عقد عمل وما بتاثر لا من قريب ولا من بعيد لا على الشركه ولا عليك ولا فيها اي الزام لاي حقوق. فانت وانس انك انت وصلت على الشركه، او اذا قدرت قبل ما انك انت اصلا تغادر بلدك، انك اساسا توقع عقد العمل مع الشركه لحتى تحفظ كل حقوقك اللي راح تكون مذكورة أساسا في هذا العقد. النقطة الثانية اللي انت بدك تدير بالك عليها لما توقع عقد العمل، انه معلوماتك الشخصية كاملة بدون اي نقصان تكون مذكورة في عقد العمل، وما يكون فيها اي خطأ، وخصوصا اي خطأ املائي. ولا تحكي عادي ما هو حرف ولا لا، كله بيأثر عليك. فانت حاول انك انت، او مش حاول، انت لازم تكون كل معلوماتك الشخصية مكتوبة بطريقة صحيحة بالسبيلينج أو التهجئة الصحيحة زي ما هو مكتوب، إما في هويتك الشخصية أو إذا أنت طالع على بلد غير بلدك يكون مكتوب زي ما هو مكتوب عندك في جواز السفر أو الباسبورت تبعك. النقطة الثالثة اللي أنا بدي أحكي لك إياها، واللي هي نقطة كثير مهمة وأكيد كثير مهمة حالياً في دولة قطر، إنه عقد العمل اللي أنت أساساً بتوقعه مع الشركة اللي أنت قاعد تشتغل فيها أو اللي إجيت على أساس إنك أنت تشتغل فيها، ويكون موثق من وزارة العمل. والعقود حاليا كلها عم بتصير أونلاين في دولة قطر، وبيكون موثق أساسا من وزارة العمل. النقطة الرابعة اللي أنا بدي أحكي لك عنها اليوم هي نقطة جدا مهمة ودائما يقع فيها كل حدا بيجي جديد على الدولة اللي جاي يشتغل فيها، والناس اللي أكيد تيجي على دولة قطر، إنه عقد العمل تبعك يكون محدد بمدة معينة، إما يكون عقد عمل محدد بسنة أو بسنتين على حسب شو بتقدر، وما يكون مفتوح المدة، لأنه مفتوح المدة معناته 5
سنوات. أما إذا كان محدد بسنة أو سنتين خصوصاً في الشركة الأولى اللي أنت جاي تشتغل فيها، أو إذا كان مثلاً مسمى الوظيفة مش عاجبك، أو إذا كان الراتب مش عاجبك، محدد بسنة أو سنتين معناته أنت بعد سنة أو سنتين عندك أبيليتي أنك أنت تنقل على شركة ثانية إذا لقيت عرض عمل أفضل من العمل اللي أنت موجود فيه بدون أي تعقيدات، بدون ما تدخل بأي تفاصيل سواء مع المناديب أو مع البي آر أوز الموجودين عندكم بالشركة. فأنا نصيحتي الشخصية لأي شخص بيجي جديد على دولة قطر، خصوصاً إذا كان في أول مسيرته، إنه يكون عقد العمل محدد إما بسنة أو بسنتين. النقطة الخامسة اللي أنا بدي أحكي لك إياها هي البروسيجر أصلاً اللي أنت بتحصل فيها على عقد عمل لحتى تتجاوز عن أي عملية نصب إنها ممكن تصير معك. الشغلة الأولى، ما في عقد عمل بيجيك فجأة هيك على الإيميل من غير ما يصير معك أي مقدمة. لازم أول شيء إنك أنت تقدم على الوظيفة فيعجبهم السي في تبعك او الملفات اللي انت بتقدمها على الوظيفة اللي انت مقدمها، مؤهلاتك السكيلز واتيفر موجود عندك فبيحكوا معك، او انه حدا بيعمل ريكومنديشن لإلك في الشركة فبيحكوا معك، او بيلاقوا السي في تبعك مثلا على موقع من المواقع اللي انت حاططها عليه فبيحكوا معك. المهم انه في مقدمة انهم وصلهم السي في تبعك او وصلتهم معلوماتك ومؤهلاتك فرفعوا هالتلفون حكوا معك قالوا لك مرحبا يعطيك العافية احنا بدنا نعمل معك انترفيو. فلازم يكون في انترفيو، بيعملوا معك هاي الانترفيو. if you passed هاي الانترفيو راح يرجعوا يحكوا معك، او خلال الانترفيو يحكوا لك انه احنا بدنا نتفق معك على تفاصيل عرض العمل اللي احنا بدنا نبعت لك اياه. في تفاصيل عرض العمل اللي بدنا نبعت لك اياه اكيد راح تحكوا في تفاصيل كثيرة، منها المسمى الوظيفي، ومنها الراتب الاساسي اللي انت بدك تحكي فيه، والبدلات، او بيحكوا لك راتبك الكامل هو باكج اوت اوف وات ايفر اكس من المصاري. هلا هون لازم تتناقش معهم على شو هو الراتب الاساسي، كم مقداره من الباكج كامل، وكم البدلات الموجوده سواء مثلا بدل النقل او بدل المواصلات وبدل السكن، واذا في بدلات ثانيه مرات بيعطوا بدل التعليم بدل الاتصالات وات ايفر البدلات اللي بيعطوك اياها. اللي بدي احكي لك اياه انه راتبك الاساسي ما يكون قليل جدا من الباكج اللي انت ماخذها، اذا كان النصف هو شيء كثير منيح اكثر من نصفه شيء كثير كثير منيح، واذا كان اقل من النصف ما يكون اقل من 35% من الباكج اللي انت ماخذها، لكن حاول انه يكون الراتب الاساسي تبعك اعلى من النص. خلصنا من هاي النقطة وخلصنا من الانترفيو واتفقتوا على كل شيء، بعديها راح يبعثوا لك بالايميل اوفر لتر او عرض العمل تبعك مذكور فيه التفاصيل اللي انتوا حكيتوا فيها، وتأكد انه كل التفاصيل اللي انتوا اتفقتوا عليها موجودة 100% بالضبط زي ما انتوا اتفقتوا. اذا في اختلاف فاطلب تعديله بشكل مباشر، راح يعدلوا لك اياه طبعا. ومن الاشياء اللي بدك تدير بالك عليها لما توصل لك الاوفر لتر انه يكون المسمى الوظيفي بالضبط زي ما اتفقتوا عليه، الراتب الاساسي، البدلات اللي انتوا اخذتوها، تذاكر السفر، الاجازات، عدد ساعات العمل، وات ايفر الاشياء اللي انتوا اوريدي اتفقتوا عليها تكون مذكوره في الاوفر لتر. بتوقع على الاوفر لتر وبتبعت لهم اياها، تطلب يبعثوا لك الاوفر لتر الموقعه والمختومه من الشخص المخول في الشركه بتوقيعها لحتى انك تكون امورك ماشيه في السليم. النقطه السادسه اللي بدي احكي لك اياها اللي هي اذا انت اصلا الاوفر جايك من بلد غير بلدك وانت اساسا بدك تسافر على البلد اللي فيها هاي الشركه، فاكيد تذاكر السفر ومصاريف الفيزا راح تكون على الشركه مش عليك، ويوجولي كمان بيحجزوا لك بفندق اول اسبوع او اسبوعين او مرات بتمد معك كمان لشهر حسب الشركه اللي انت رايح عليها، علشان انت بهاي الفتره ترتب امورك تحصل على السكن اللي انت بتشوفه مناسب بالنسبه لك بالنسبه لموقع الشركه بالنسبه للكواليتي تبع السكن وات ايفر. لكن هاي المصاريف بتكون بالعاده على الشركه. يمكن الاشي الوحيد اللي الشركه ما تتحمله تحكي لك انه حجز الفندق او السكن اللي بدايه ما تيجي هذا راح نخصمه من راتبك من بدل السكن اللي انت اوريدي موجود معك. في شركات بتعمل هيك، في شركات لا بتحجز لك اياه وبيكون على الشركه، لكن الفيزا تذاكر السفر هدول على الشركه اكيد. رقم 7 اللي انا بدي احكي لك اياه المسمى الوظيفي، تاكد لما تتفق على المسمى الوظيفي انه يتناسب مع دراستك الجامعيه، شهاداتك الجامعيه وتخصصك، وعدد سنوات الخبره اللي انت اوريدي اشتغلت فيها، والمسمى الوظيفي اللي انت كنت فيه قبل ما تكتب هذا عرض العمل. فهذول الشغلات تاكد منها في المسمى الوظيفي في الشركه اللي انت رايح عليها. رقم 8 اللي بدي احكي لك اياه انه دير بالك على الراتب، واكيد لازم يكون الراتب اللي راح ينكتب معك في عقد العمل هو بالضبط الراتب والبدلات وتفاصيله اللي انتوا اساسا اتفقتوا فيه عرض العمل او في الاوفر لتر اللي انت اتفقت فيها خلال المقابله قبل ما تيجي على البلد. فتأكد من هاي الشغلة كثير ضروري. حاول دائما لما تتفق على راتب في المقابلة ما تستحي، يعني ما يكون مثلا انت حاط في بالك مثلا تاخذ لك let's say
15000 ريال يحكوا لك لا احنا بدنا نعطيك 7000 ريال. اذا مش عاجبك الراتب لا توافق عادي بكل بساطه، اقول لهم انا هذا الراتب اللي انا بدي اياه وشكرا لكم وبشوفكم مره ثانيه. اما اذا حطوا لك راتب قليل مثلا انت طالب 15 وقالوا لك والله احنا السلم تبعنا 13.5، فمش فرق كبير، فاذا انت ما عندك مشكله بهذا الفرق فجو اهيد. ورقم 9 اللي اكيد كلنا بنحبه الاجازات. ولا هون عشان الفيديو ما يكون كثير طويل فراح اوقف الجزء الاول من فيديو عقد العمل وتفاصيل عقد العمل اللي انت لازم تدير بالك عليها. فشايف انه هذا الفيديو كثير مفيد اما لإلك او لناس انت بتعرفهم او لناس برضو ما بتعرفهم، فاعمل لايك اعمل شير، اكيد اعمل سبسكرايب للشانل لانك انت عملت شير لانه كان مفيد بالنسبة لإلك. واذا بتحط لنا كمان اذا في نقاط مرت عليك في عقود العمل فيدنا كلنا تحط لنا اياها في الكومنت. سلام، بشوفكم في الجزء الثاني.